عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس. عمر بن الخطاب صحابي جليل، هل نتهم عمر بن الخطاب بعلمه وبفقهه الواسع وبحدقه وذكائه؟ هذا عمر بن الخطاب الذي كان يسير مع طريق فالشيطان يسلك فجا آخرا. عمر بن الخطاب الذي نزلت آية بالقرآن الكريم في أسرى بدر، أيد أبو بكر قال نفتدي بهم يا رسول الله، يعلمهم أبناء المسلمين ونتركهم يدفعون الفدية. قال ورأيك يا عمر؟ قال القتل يا رسول الله. نزل القرآن الكريم يؤيد رأي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رأى أن تواصل هذه الصلاة إحياء لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك، نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كل هذه الأحاديث وهذه النصوص الشرعية من قول الرسول في الحديث الصحيحة تدل على القيام في رمضان، وأن إحياء لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وهي سنة مؤكدة وصلاها خشية أن تفرض على الناس فقط، توقف عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة ما ذكره شيخ جواد يقول أن عمر قال والذي ينام عنها أفضل، نريد هذا ليس بنص، ليس نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول لعمر. وأين يوجد؟ ما اطلعت عليه، ما مر عليك؟ طيب، ولا مر علي ولا ما اطلع عليه. نعم. والأحاديث بذلك واضحة. طيب نرجع لك، نرجع لك بالأحاديث الصحيحة. نعم. وكذلك فعل الرسول في المسجد. نعم. وصلى وصلى الناس بصلاته. طيب، عليه أفضل الصلاة. طيب شيخ محمد، ها شوف وقتك انتهى، ترى أنا هنا لست مع طرف، أنا في